مؤيد يعني طابق السيد محمد عبد ربه بهذا الكلام حتى تجاوب سيد جمعة. يعني تفضل سيد الشيخ. أخت هيفاء، أنا قبل أسمع من السياسيين الحل الأمثل للأقاليم والهذا، والله أول واحد أنا شنو ترافض، يعني أقول هذا يتقسم العراق والدنيا، بس على الظلم دا أشوفه يعني هسه بالوقت الحاضر بالعراق، والله ما صار على اليهود، والله هسه أنا أول واحد أدعي على الإقليم، لأن نخلص يعني هسه شلون هسه مثلا كردستان، شوف الناس شلون عايشة برفاهية، بعيشة محترمة راقية، قيمة للإنسان، وتفترين براحتك. هسه يعني اللي يطب بغداد ما مأمن على حياته يمكن دقيقة، فأفضل شيء هسه أنا برأيي أقول واحد يخلص لا أمريكي ولا إيراني ولا فلان ولا علتان، أفضل طريقة هو الأقاليم هسه بالوقت الحاضر. ليش؟ يعني بما أنه أنت شيخ من الأنبار، يعني هل يعني نسمع كثير شيخنا أنه يعني بعض السياسيين بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية ستذهب إلى أقليم، يعني وشكل أقليم الأنبار، يعني أكو هيك حكي؟ لا، احنا حتى الله فوقنا، احنا دمار الأنبار هو نعم. انهجم من السياسيين مال الأنبار، نعم مو من خارج الأنبار، يعني هذا واقع حال. احنا من صارت المظاهرات، يعني ولو يجوز بعض الاطراف تزعل، من صارت المظاهرات قاموا الناس الابرياء الفقراء، يعني على صيت اكو نساء بالسجن وهذا، فقامت الناس. بس من اللي قومها؟ قوموها احد قادة الاحزاب اللي موجودة ببغداد من الحزب السني، يعني مريد ولو اذكرها، من الحزب الاسلامي. نعم. شو ما قام الفقير وطلع، وهذا على حسب الأصول الناس قبت، يعني شو قاعدة ويا القيادات مال المسلحين والأمة العربية، واحد الطوبة نصب محافظ، وواحد وقسم منهم أعضاء برلمان، وقع بيها الفقير المهجوم. نعم. زين، هي هاي العدالة؟ احنا لا والله ليش ما نطالب عدالة. هسه بالاقليم؟ انا خلي احكي ويا سيد جمعة، خلي جاوبنا يعني، يعني بعفوية الشيخ مؤيد الدليمي، يعني حكى كلام مهم جدا.